متن من عمان عزم مؤلفه على أن يكتب كتاباً يجمع بين الطب والعربية ويضم الأمراض والعلل والأدواء، فمما يبدو أنه اطلع اطلاعاً واسعاً على من سبقه، نهل من علمهم وأقام في محراب فكرهم، فنشهد فيه التنوع في أخذ العلم عن الكثير من العلماء والأطباء كابن سينا مثلاً. سافر في طلب العلم في بقاع الأرض، فهاجر للبصرة ثم بلاد فارس، فتتلمذ على يد البيروني، ثم رحل إلى بلاد الأندلس مارا ببلاد الرافدين والشام وبيت المقدس، ليسكب علمه المنهمر في معجمه الذي قدمه لنا، وقد تأثر فيه بتسمية كتابه هذا بنفس طريقة تسمية الفراهيدي لكتابه، فقد سماه بذلك لأنه ابتدأ الكتاب بالحديث عن الماء كما ابتدأ الفراهيدي كتابه. معجم الماء للأزدي الصحاري كتاب قيم يضم بين دفتيه علما غزيرا اجتهد مؤلفه فيه للحصول على المعلومة وتدوينها، فهي خلاصة تجربة طويلة وهو متن عماني يستحق أن يقرأ.